ويظهر الفيديو كذلك انطلاق العجلات بعد أن أقلت الشهيد الجنرال، حيث استغرقت العملية لأكثر من 10 دقائق. الشهيدان حسن مقاومة ومحمد الشيباني أثناء توجههما لاستقبال قادة النصر في مطار بغداد وفي أكثر من زاوية. بعد أكثر من 20 دقيقة تقريبا خرجت العجلات وحصلت عملية الاغتيال للشهداء القادة الحاج الجنرال قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما رحمهم الله تعالى، وحشرهم مع الأولياء والصالحين في أعلى عليين. إنه أرحم الراحمين.